معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول دكتور يحيى عطاي ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بكم دكتور. هل هناك أي مسوغ لاستمرار سيطرة ميليشيات الحشد على مدينة سامراء مع عدم وجود أي تهديد لتنظيم الدولة لهذه المدينة وبعد إعلان القوات الحكومية ما سمتها النصر على التنظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، موضوع مدينة سامراء موضوع شائك ومعقد، يعني هو ليس وليد اللحظة، وإنما هو هناك تتابع زمني لما يحصل في سامراء. الكل يعلم عملية تفجير المرقدين والسيناريو الذي يعد من أجل عملية تضييق على هذه المدينة بدأ من هناك، فبالتالي هناك مخطط كبير لهذه المدينة، وهذا المخطط يتم تنفيذه على شكل مراحل، حيث تم بعد تفجير المرقدين عملية تقطيع هذه المدينة إلى أوصال وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى المرقدين، بحيث قتلوا المدينة أو قتلوا العصب الاقتصادي لمدينة سامراء. يعني ما وجهة النظر الحكومية من هذا الاستيلاء على أملاك المواطنين في مدينة سامراء دون أي تعويض وبالقوة؟ هو حقيقة لا يوجد أي مسوغ قانوني ولا شرعي، وإنما هناك يعني مبررات حفظ أمن المدينة وغيرها، على الرغم أنه المدينة وزوار المدينة يعني من زمان كانوا يأتون إلى هذه المدينة ولم تحصل أي أحداث، ولم تحصل، بالعكس أهل سامراء كانوا يستقبلون الناس ويفتحون بيوتهم ومساكنهم لكل الوافدين إلى هذه المدينة، الناس أهل كرم وأهل يعني معروفون جدا بهذه. هناك عملية يعني تغيير ديموغرافي لهذه المدينة، المدينة ذات تاريخ كبير وأيضا تاريخها يرتبط يعني عمق مذهبي لطائفة معينة تحاول أن تغير يعني الطبيعة الديموغرافية لهذه المدينة من أجل هذه العقيدة التي يعني تنتمي لها هذه الميليشيات. هذه الميليشيات معبعة عقائديا بهذا الاتجاه، بالتالي هي تحاول جهد الإمكان أن تضيق على أهل المدينة، وبالفعل ما حصل الآن كثير من أهل المدينة تركوا مركز المدينة لأنه لم تكن هناك أسباب رزق موجودة، زاد تضييق عليهم بالاعتقالات بالوشاية الكاذبة من المخبر السري وغيرها وغيرها، مضايق عليهم بشكل كبير جدا. نعم. طيب أيضا دكتور يحيى، من المستفيد من تغيير واقع المدينة على هذا النحو الذي تقوم به الميليشيات؟ بالتأكيد هناك يعني إيران هو الطرف المستفيد من هذه الحالة، وإيران تعد خطة كبيرة وهذه صرح بها الكثير. هناك خط يراد له أن يمتد من ديالى إلى سامراء وتأمين هذا الطريق وغيره، بحيث يكون هذا الطريق ذات لون واحد وذات صبغة واحدة، وهناك مشروع إيراني كبير لتغيير الديموغرافي في هذه المدينة. ما الذي إذن يمنع تدخل الجهات الدولية في هذه المدينة التي تعد إحدى مدن التراث العالمي؟ يعني ألا يدفع هذا أكثر لحماية أهلها وممتلكاتهم التي تعود لمئات السنين؟ يعني مع شديد الأسف أن الطبقة السياسية التي ادعت لنفسها تمثيل هذه المدينة سواء على مستوى الحكومة وعلى مستوى البرلمان وغيرها، يعني هي كانت تسكت من أجل مصالحها على كل ما يحصل للمدينة، ولم نسمع لها صوتا طيلة السنوات، علما ان المأساة يعني لها عمق اكثر من 10 سنوات على هذه المدينة. فبالتالي مع شديد الأسف هذه الطبقة السياسية كانت عامل تخدير لهذه المدينة وعدم اظهار صوتها، بل هناك تكتم اعلامي شديد على كل ما يحصل في مدينة سامراء. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى طاين ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.